السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيون عجيبة ولدغة سامة، دبابير القتل تغزو أمريكا لأول مرة. لدغات الدبور الآسيوي قد تكون قاتلة للإنسان. لا يزال العام 2020 يكشف عن المزيد من أسراره ومفاجآته يوما بعد يوم، وآخرها ما جاء من أمريكا، حيث بدأت مؤخرا دبابير عملاقة بعيون عجيبة ولدغة سامة تغزو الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار الكثير من المخاوف وسط جائحة كورونا. الجدير بالذكر أن إحصاءات فيروس كورونا في العالم حتى الآن: المصابون 3,499,403، المتعافون 1,127,226، والوفيات 244,991. ويقول العلماء أنه تم رصد الدبابير العملاقة الآسيوية في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في ولاية واشنطن، بحسبما ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية الأحد. وبدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رؤوسها، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع. ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي أكبر الدبابير في العالم ولها لدغة قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفقا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن. وقد أطلق عليها الباحثون لقب دبابير القتل. ونقلت الشبكة عن سوزان كوبي مربي النحل في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية واشنطن: تشبه الدبابير تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال، لها وجه أصفر برتقالي ضخم. كيف وصلت الدبابير إلى أمريكا؟ ولا يعرف العلماء على وجه التحديد كيف وصلت الدبابير القاتلة وموطنها الأصلي آسيا إلى ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. ورجح سيس تروسكوت من ولاية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن أن يكون قد تم نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد على حد قوله. وتم رصد الدبابير العملاقة لأول مرة في الولاية في ديسمبر الماضي، ويعتقد العلماء أنها بدأت تنشط مرة أخرى الشهر الماضي بعدما خرجت الملكات من بيتها الشتوي لبناء الأعشاش وتشكيل المستعمرات. وقال تروسكوت إن الدبابير تكون أكثر تدميرا اعتبارا من أواخر الصيف يوليو وأوائل الخريف أكتوبر، إذ إنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام المقبل. وأضاف إنها تهاجم خلايا نحل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته. لسعتها كبيرة ومؤلمة ولها سم عصبي قوي، يمكن للسعات متعددة أن تقتل البشر. وطلب المسؤولين في مجال الزراعة بولاية واشنطن مربي النحل والمقيمين بالإبلاغ عن أي دبابير عملاقة يشاهدونها وعدم الاقتراب منها، محذرين من أن لدغتها يمكن أن تخترق بدلة النحال العادية. قرأ عليكم هذا الخبر محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، نقل عن موقع سكاي نيوز عربية. ونراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، لايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.